السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم جميعا. نستكمل معكم إن شاء الله حلقات برنامجنا ساعة على صحة فمك التابع للجمعية السعودية لأمراض وجراحة اللثة في رابع ليالي شهر رمضان المبارك، جعلنا الله وإياكم من صوامه وقوامه. الحلقة اليوم برعاية ميريدول، معنا الآن فيديو توضيحي نشوفها سوا بإذن الله. السيطرة الفعالة على البلاك أمر في غاية الأهمية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في اللثة، لكن تنظيف أسنانك بالفرشاة وبمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد فقط قد لا يكفي في معظم الأوقات لإزالة البلاك بشكل صحيح. لمساعدتك على محاربة بقايا البلاك، تعد المكونات المضادة للبكتيريا في ميريدول حلاً فعالاً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في اللثة. ميريدول بمزيجه الفريد من الآمن فلورايد وأيونات القصدير يساعد بشكل فعال على إزالة البلاك البكتيري بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. يرتبط الآمن فلورايد بأيونات القصدير فينقلها بسرعة إلى حد اللثة، إذ يتم إطلاقها وتبادلها مع الكالسيوم الموجود في اللعاب، وهناك تتوزع أيونات القصدير حيث الحاجة إليها لتنشر تأثيرها المضاد للبكتيريا على طبقة البلاك على طول حد اللثة، مما يؤدي إلى تثبيط البكتيريا ومنع عودة نموها. هذه التقنية مزدوجة الفعالية متوفرة فقط في منتجات ميريدول. معجون أسنان ميريدول يساعد على منع إعادة نمو طبقة البلاك لمدة تصل إلى 12 ساعة لحماية الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في اللثة حتى المرة التالية التي ينظفون فيها أسنانهم بالفرشاة. تأثير مضاد للبكتيريا أقوى بسبع مرات من تقنية منافسة لعلاج مشاكل في اللثة، كما أن قوام المعجون اللطيف ومذاقه الممتع يشجعان الأشخاص على تنظيف أسنانهم. وصول الفم ميريدول ينقل التركيبة مزدوجة الفعالية إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها. في دراسة سريرية استمرت لمدة 3 أشهر، لاحظ الأشخاص الذين استخدموا أيضاً غسول الفم من ميريدول إعادة نمو أقل للبلاك بنسبة 68% عن الأشخاص الذين استخدموا المعجون والفرشاة فقط، إذ يحافظ استخدامه اليومي على التوازن الطبيعي لطبيعة الفم. إن فرشاة الأسنان ميريدول بشعيراتها اللينة فائقة النعومة مثالية للأشخاص الذين يعانون من اللثة المتهيجة، وهي بذلك تكمل منظومة ميريدول. ميريدول لحماية فعالة من مشاكل في اللثة. إذن شفنا جميعا الفيديو من الراعي الرسمي ميريدول، يعطيهم ألف عافية. إن شاء الله اليوم معنا في هذه الحلقة ضيف استثنائي، دكتورنا الفاضل الاستشاري وأستاذ علاج الجذور وعصب الأسنان المشارك بكلية طب الأسنان من جامعة الملك خالد. دائما الدكتور عبد العزيز أبو ملحة أستاذنا ده صاحب المواقف البيضاء مع جميع طلاب طب الأسنان بالجامعة وخارج الجامعة. دكتورنا الدكتور عبد العزيز شخص استثنائي في حياتي أنا شخصيا وفي حياة كثير من الطلاب. يسعدني اليوم ويسرني كثيرا أن ألتقي به في هذه الحلقة بعنوان التعامل مع ألم الأسنان في رمضان. أهلا وسهلا فيك دكتور عبد العزيز ومرحبا. يا أهلا وسهلا دكتورة خديجة. أهلا وسهلا، كيف حالك دكتور؟ كلام كبير. الله كلام، أدري أنك ما تحب هذا الكلام بس هو الحقيقة. الله يعطيك العافية. شاكر لكم الجمعية علاج اللثة والأنسجة المحيطة هذه الدعوة الكريمة، ودائما الجمعية هذه سباقة ونيرة ومميزة. الله يعطيك العافية، هذا من كريم أخلاقك دكتور من حسن نظرك. دكتور إن شاء الله اليوم عنواننا زي ما اتفقنا يكون على التعامل مع ألم الأسنان في رمضان بإذن الله. أيوة، حابين دكتور نعرف بداية ما هو ألم الأسنان، كيف أعرف هذا والله ألم أسنان وناشئ فعلا من السن؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ألم الأسنان، يعني إذا بحط السلايد التالي يكفي يعني أقول لك، يعني هذه تفكير أي مريض أو أي مراجع يكفي أنه يقول لك إيش الألم اللي ممكن يحس فيه من هذه الصورة. طبعا الأعصاب اللي حوالين الأسنان، يعني سبحان الله اللي خلق هذا السن وداخل الأنسجة المحيطة كيف يقدر يكون هذا الضغط وهذا الألم اللي ممكن يقفل حياة الإنسان وما يقدر يكمل خطوات حياته. الوجه بشكل عام فيه يعني تنوع في الأعصاب، في ما هو عصب واحد، يعني الفك العلوي فيه 3 يعني أفرع، الفك السفلي فيه فرع رئيسي ويتفرع منه فروع ثانية،
فضرس واحد ممكن يسوي يعني كل هذه الآلام اللي ممكن يحس فيها المريض، تبدأ من بس برودة إلى ألم متواصل إلى أحياناً ممكن يعني تأثر على حياة المريض، سواء انتفاخ أو ممكن يأثر على التنفس. يعني هذه الخطوات ممكن نتكلم عنها، يعني كيف يتكون الألم. إذا كان أنت تبغى تكملين في السؤال ولا أروح للسلايد اللي بعده؟ تفضل. أي نعم خلاص تفضل. طيب إذا نتكلم مثلاً عن يعني سن طبيعي اللي هو اللي على الجهة اليمنى، لما يبدأ مثلاً يعني الألم الطبيعي، مثلاً الواحد مثلاً بياخذ مثلاً ثلج أو موية باردة، يحس زي اللدعة أو يعني شيء يعني اللي يأثر على العصب من الداخل، لكن هذا مؤقت في ثواني، هذه رد طبيعي. لما يكون مثلاً في عندنا نخر في السن، طبعاً عندنا في الأسنان طبقتين، الطبقة الرئيسية هي المينا اللي هي الجزء اللي هي العلوي في داخل أو خارج السن. أحيانا يكون نخر بسيط ما يشاهد المريض ولا أي شيء، مجرد أنه يدخل للطبقة الثانية اللي هي العاج يبدأ يأكل في هذا الجزء. ممكن بعد فترة المريض يتفاجأ أنه صار لما يجي يطحن السن ويضغط على السن يصير فيه كسر ويتهشم السن من داخل، فيقول كيف تكون هذا الشيء. الطبقة الداخلية هشم، الخارجية هي الصلبة اللي يكون فيها نفاذ البكتيريا الحماية بالضبط. طبعا لما ناخذ بالتدريج، عادة يبدأ مثلا ألم بارد بسيط أو يعني شيء مزعج، هذه يعني بداية تنبيه للمريض لازم تروح لطبيب الأسنان. ممكن يكون في نخر بسيط بدأ، لما يزيد الألم ويصير ما هو ثواني يصير إلى دقائق، هنا يبدأ التسوس أو اللي صاير داخل السن صار أقرب لعصب السن. لما يصير الألم متواصل ويصحي المريض مثلا من النوم ويستدعي أنه يحتاج يأخذ مسكنات، هنا لازم هيروح طبيب الأسنان، وفي الغالب هيكون يحتاج إلى معالجة لبية أو معالجة عصب الأسنان. إذا أهمل أكثر ممكن يوصل إلى مرحلة يمكن لا يمكن إصلاح الأسنان، وقتها يروح إلى خلع، ممكن يروح إلى زراعة، يعني في خطوات يجي عندنا. نعم يجي. طيب دكتور، كنت بس أبغى أسألك سؤال، إذا كان السن في مرحلته الطبيعية زي الصورة الأولى عندنا اللي على اليمين، طيب غالبا الألم اللي ممكن يحس المريض يكون مع البارد أكثر، يعني نادر يجي المريض يقول أتألم من الحار، صحيح؟ هنا الطبيعي الحالة الطبيعية أي البارد، هذا الطبيعي اللي هو يكون باقي في الطبقة اللي ما وصل فيها شيء، حتى لو ما كان فيها يتسوس دائما الشعور في البارد. صحيح. الحار هو يكون وصل مرحلة متأخرة داخل العصب، فالمفروض حتى الحار ما يأثر، هو البرودة فقط والبرودة العالية. حلو ممتاز دكتور. مثلا زي السكريات مثلا ما حتأثر على السن لو كان طبقة المينا معزولة بشكل جيد، لو فيها نخر بسيط، يعني مثلا الحين في هذا فترة رمضان لما يجي ياخذ مثلا اول قطعة من التمر حس فيها زي البرك كده، بنسبة كبيرة بيكون فيه مدخل على عصب السن او على الجزء اللي هو العاج. غالبا طبقة المينا تعزل اي لذعات للسكريات. ممتاز دكتور، الكلام واضح، نقدر ننتقل لفقرتنا الثانية. إذا بتكلم مثلا عن الـ يعني مراحل العلاج في مثلا في رمضان حاليا، يعني مثلا لو عنده مشكلة في ألم للأسنان بس ألم بسيط، يعني ما البرودة والحرارة أو البرودة بالذات كنا يعني بس مراجعة يعني للتشييك. إذا الألم متواصل، طيب هل المريض مثلا ينتظر الفترة المسائية؟ إذا يقدر ينتظر الفترة المسائية بعد الإفطار فهو الأفضل والأولى. لكن الألم شديد، هل معناه أنه يفطر ويأخذ مسكن؟ لا، ممكن يقدر يروح لطبيب الأسنان ويقدر يتعالج. التخدير بحد ذاته ليس مفطر، طبعا هذا مو يعني كلام، يعني هذا يعني كلام أي كبار العلماء، فيقدر يروح ويقدر ياخذ التخدير ويقدر يتعالج. وطبعا احنا مثلا لو بيحتاج مثلا علاج عصب في بيكون في زي عازل مطاطي حوالين السن، فيخفف كميه السوائل اللي تكون في داخل الفم، فيتجنب كثير انه يدخل شيء في جوف المريض، ويقدر بعدها يرجع البيت. اي يرجع البيت ويكمل صيامه الى فتره الافطار ويفطر وياخذ ادويته بشكل طبيعي.
يعني أنت دكتور تنصح أن المريض إذا تألم من أسنانه أثناء فترة الصباح في رمضان يراجع الطبيب أفضل من أنه يروح يلجأ المسكنات ويضطر أنه يفطر؟ بالضبط، يعني بالذات الحالات الطارئة، يعني مثلا لو أقول لك مثلا بيروح في الفترة الصباحية وقت الصيام على أساس تنظيف أسنان أو أشياء ما هي مؤلمة، لا، الداعي يعني ترجع إلى الفترة المسائية. لكن حالة طارئة، ألم متواصل أو انتفاخ في الوجه ولا شيء، لا، يقدر يروح، والشرع يعني أعطاه يعني حل في أنه يقدر يكمل خطوات يعني علاجه في الفترة الصباحية، ويقدر يكمل صيامه وإلى فترة الإفطار ويفطر عادي. الحمد لله دكتور. بعض المرضى يا دكتور في العيادات يراجعونا تلاقيهم يستخدموا مواد منزلية زي القرنفل مثلا عشان يخفف من ألم السن. إيش رأيك في الموضوع يا دكتور هذا؟ تحس تنصح فيه؟ هو شوفي، القرنفل فيه عندنا يعني المكافأة له اللي هو الإيجينول، اللي هو زي الحشوة المؤقتة. ما أدري دكتور ذكر في أوبتندنت أكتيفيتيز أو حاجة زي كذا في القرنفل؟ هو فيه، بس فكرة شيء أنه المكان اللي يحط المريض فيه غالباً هو يكون بين الأسنان، أو أحيانا يحطه داخل السن نفسه، ممكن في بداية يعني هدي الألم. ممكن أقول لك في البداية أوكي يعني يمشي لحد ما يروح للطبيب، لكن بعضهم يستخدمه باستمرار، يعني بس مجرد أنه ما يبغى يروح للطبيب بس يحط اللي هي العويدي أو القرنفل أو شيء زي كذا بس عشان يهدي الألم. لا، هنا حيسوي ضرر أكثر للثة وللحوالين العظم، ويسوي التهابات في هذا المكان. حتى أحيانا ممكن للأسف أنه يعني ممكن يدخل بزيادة وممكن ينكسر داخل. إذا انكسر داخل ممكن يكون زي جسم غريب، فيتعامل معه الحين الجسم كالتهاب وأشياء ثانية يعني مجاورة للسن، صار مكان العلاج صار الحين هو مسبب آخر للألم. ممكن يسبب عندنا خراج وممكن في اللثة وإلى مشاكل أخرى. بالضبط. دكتور في حال أن المريض الحين راجع العيادة راح عند طبيب الأسنان فتح له مثلا طبيب العصب السن وإلى آخره، هناك بعض المسكنات مضادات تستدعى أنها تصرف للمريض. خبرني دكتور عن هذه المسكنات، أنواعها، إيش الأفضل للمريض، إحنا كيف نبدأ فيها في عيادة الأسنان؟ طيب، نتكلم هنا فقرة اللي هي المسكنات. طبعا المسكنات بالذات يعني بشكل عام اللي هي آلام العصب أو آلام اللي تتعلق بعصب السن من الداخل، الخيار الأول بشكل عام طبعا خلينا نقسمها كجزئين، في ناس ما عندهم مشاكل صحية وفي ناس عندهم مشاكل صحية. ببسط، ممكن مشاكل صحية مثلا المشاكل اللي بيتعاملوا مع أدوية القلب زي الورفرين وهذه الأشياء اللي ممكن تتعارض مع بعض الأدوية، خليهم هم مرحلة ثانية. نتكلم الحين عن الفئة اللي ما عندهم أي مشاكل صحية. الخيار الأول هو البروفين. البروفين أوكي، في عندك من 200 400 إلى 600 ميلي جرام، الستاندر هو 200، يعني إذا الألم خفيف ممكن حبة واحدة فقط من البروفين، هو الستاندر رقم واحد. إذا الألم متوسط ممكن يروح إلى حبتين أو في تابلت واحدة 400 ميلي جرام كافية إلى 600 ميلي جرام. الألم حاد ممكن يروح إلى 800 ميلي جرام. طبعا هذه يعني للبروفين كجرعة عليا أو عالية. الأفضل والأجدر إذا بيروح في الألم الحاد بدل ما يأخذ جرعة كبيرة من البروفين، لا، ممكن يأخذ حبة بروفين مثلا 400 ميلي جرام، ممكن يأخذ حبة ثانية من اللي هو الباراسيتامول أو اللي هو الدارج البانادول 500 ميلي جرام. هنا عندك نوعين من المسكنات ممكن إنها تستخدم في نقاط مختلفة في الجسم فتقفل كل مصادر الألم. طبعاً هذا للمريض اللي هو ما عنده مشاكل صحية. إذا المريض مثلاً عنده مشاكل صحية، مثلاً هو عمل مع أدوية للقلب مسيلات، أو إذا بيأخذ مثلاً وورفرين مثلاً مستمر، إذا كانت مثلاً الحوامل لازم ما يقدر يأخذ الولبروفين. هذه الأنواع من المسكنات غير مناسبة لهم. اللي حيكون مناسب لهم حيكون اللي هو البانادول. طبعا في عندنا أنواع البانادول والفيفادول وهذه يعني مسميات التجارية، فهو في الستاندر والبانادول العادي. إذا كان الألم شديد خلاص ممكن يروح إلى بانادول إكسترا. طبعا بانادول إكسترا فيه كافيين،
أو كودين في بعض الحالات، بس كافيين هو في هذا النوع اللي هو البنادول. هنا حيعطيك جرعة عالية لأنه بيسوي يعني توسع للشعب. هذه المرضى مثلا اللي ما يكون عندهم يعني اللي ما يقدروا يستخدموا اللي هو البروفين، فالبنادول والبنادول اكسترا هو الخيار الافضل لهم، اللي هو لا ياخذوا ادويه للقلب او للحوامل، فالبنادول هو الافضل في هذه الحالات. طبعا هذه في الايام الروتين العاديه اللي هو مثلا يعني اللي ما فيها ايام الصيام ولا شيء. يعني الحين مثلا وقت الصيام بيكون عندنا مثلا هذه الادويه تاخذها 3 إلى 6 ساعات. طيب كيف حيقدر يسوي وقت الصيام؟ لا، حنروح إلى خيارات ثالثة أو فئة ثالثة اللي هو زي الدايكلوفيناك صوديوم. طبعا في عندنا نوع الدايكلوفيناك صوديوم وبوتاسيوم، بس الفرق من الصوديوم أسرع، البوتاسيوم إذا عند واحد قرحة ولا شيء هو أفضل للنوعية هذه من المرضى. غالبا الدارج له أو في الموجود في العام هو روفيناك. طبعا روفيناك 50 هو الستاندر، لكن الحين مثلا أي دكتور تفضلي، القرحة اللي بتتكلم عنها تقصد قرحة في المعدة؟ اي نعم، قرحة في المعدة. فهذه بدأ ما ياخذ دايكلوفيناك صوديوم ياخذ اللي هو دايكلوفيناك بوتاسيوم. طبعا ستاندر 50، لكن مثلا فترة الصيام يعني واحد مثلا يبغى ياخذ علاج ما يبغى يقطع صيامه عشان يستخدمه بين فترة وفترة، يقدر ياخذ الوروفيناك 100 اللي هو 100 ملي جرام. طبعا هذا كل 12 ساعة يقدر ياخذ فترة السحور، وبعدها يقدر ياخذ الحبة الثانية في فترة الفطور، فما يقدر يكسر، فما يكسر إفطاره ولا شيء. فهذا يعني ممكن يكون مناسب للمرضى في فترة الصيام وقت رمضان. روفيناك 100 يكفي، يقدر يعطيك 12 ساعة إذا كان في ألم. طبعا المسكنات هي فقط تعطيك فترة عشان تقدر أنك تروح للطبيب، مو معنى أنك تجلس طول فترة رمضان على مسكن، لأنك أنت بتضر الكلى والكبد وأشياء كثيرة. فهي تعطيك فترة مؤقتة على أساس تقدر تروح للطبيب عشان تعالج المشكلة الأساسية. المسكنات هي فقط مسكن بس يهدي الألم، لكن ما يعالج المشكلة. ممتاز دكتور، هنا في نقطتين أنا حابة أتكلم معك فيها. النقطة الأولى، إحنا تطرقنا لموضوع الحامل وتطرقنا لموضوع الكلى والتهابات الكلى من كثرة استخدام بعض المسكنات. دكتور، في مرضى، مجموعة من الناس أصلاً يعني عندهم زي الوسوسة أو الخوف الشديد من استخدام مسكن حتى في الوضع الطبيعي، كذلك بعض الحوامل ترفض تماماً علاج الأسنان فترة الحمل. لو ممكن يا دكتور تفصل لنا في الموضوعين هذه على حد سواء، كل واحد إذا يعني المسكنات استخدامها الطبيعي وفائدتها، وكذلك الحوامل ومراجعتها لطبيب الأسنان في حال أنه مثلاً عندها ألم شديد، طوارئ إلى آخره. طيب مبدئيا شوف، اذا كان الواحد يقدر يستغني عن اي مواد كيماويه تدخل في جسمه فهذا الافضل وهذا الاصح. لكن احنا نتكلم في الحالات الطارئه اللي تستدعي انك تحتاجها في وقت معين، الم محدد لسن معين، هذه يعني جسم الانسان يقدر يستوعبها. احنا نتكلم عن الحاجات فقط اللي هي تستدعي مسكن. في بعض مثلا يفكر يقول احس ان الالم حيجيني فيروح ياخذ مسكن، وحين يفكر لا يمكن يجيني في اليوم صداع خليني اخذ من البدايه اليوم، لا هذا ابيوز اللي هو استخدام خاطئ للادويه. هذه تضر الكبد والكلى اللي تستخدم باستمرار، لكن واحد ما يستخدمها لا ما حتضر بشكل مباشر من اول استخدام. لا، اذا انت بتستخدمها فقط للحاجه الضروريه فهذه بتكون فعاليتها حتى افضل من المريض او المراجع اللي ياخذ الادويه باستمرار، لانه جسمه ما تعود على هذه النوعيه فكفاءتها بتكون اعلى. صحيح. هذا بالنسبة للي يكون مثلا عندهم يعني نوع تخوف انها تسوي مشاكل في الكبد والكلى. بالنسبة للحوامل، عندنا فترة 9 شهور وقت الحمل هو آمن فترة، اللي هي فترة الشهر الرابع والخامس والسادس. ليش هذه الفترة هي آمن شيء؟ لأنه يكون تكونت كل أعضاء الجنين في داخل رحم الأم. الفترة الأولى اللي هي 3 شهور باقي تتكون اللي هي الأعضاء الداخلية للجنين. الفترة الأخيرة هي ما هي خطورة كثر ما هو ضغط على ثقل على المريض أو المراجعة على الكرسي، فأحيانا تسوي أحيانا تجلطات وهي جالسة على الكرسي. فننصح دائما الفترة هذه تقدر تعالج فيها الفترة الأخيرة اللي هي آخر 3 شهور، لكن ما تكون فترة الجلوس على الكرسي فترة طويلة. الفترة الفترة 3 شهور الأولى فقط الحالات الطارئة، مو الحالات اللي هي الروتينية، لا الحالات الطارئة، يعني ألم حاد
هنا نقدر نروح نقدر نسوي بالأشعة ونقدر نستخدم اللي هو العلاج العصب أو الخلع أو أي شيء. العلاج بحد ذاته أفضل من أنه الحامل تجلس 3 شهور على مسكن أو على أي أدوية أخرى، لأن هذه اللي تضر الجنين أكثر، هذه المواد الكيماوية اللي ممكن تضر أكثر. فالعلاج في وقت الجلسة نفسها، جلسة واحدة أو جلستين تعالج فيها المشكلة، أفضل من أنها تجلس إلى 3 شهور أو طول فترة الحمل. أحيانا بعضهم على الجنين، لا أنت تضر الجنين إذا أنت تستخدم المواد هذه باستمرار. يعني كونها تستخدم الأشعة معينة أو أنها تستخدم، أو أنه يعني كمان التخدير اللي يستخدمه طبيب الأسنان، هذه كلها أهون من أنها تستمر على فترة المسكنات والمضادات فترة الحمل كاملة. بالضبط. لا يمنع أبدا أن الحامل تراجع طبيب الأسنان في حال أنها تعاني من ألم شديد، بالعكس يفضل. نعم. اي، وهي الفتره الامنه هي 3 شهور الوسطى اللي هي الرابع الخامس السادس، هذه امنه بعد الله انها تقدر تعالج فيها. بس لو في شيء طارئ لا، ممكن تتعالج في الفتره الاولى وترجع بعض المعالجات للفتره الامنه اللي هي 3 شهور الوسطى. ممتاز دكتور. دكتور، في حاجتين بعد ودنا نتناقش فيها. الحاجه الاولى دكتور، بعض المرضى يراجعون العياده وهم ماخذين مسكن، إيش ممكن يأثر هذا الموضوع على تشخيص المرض، التعاطي معه إلى آخره؟ هو شوف، يعني المسكن يعني غالباً ممكن الواحد بيأخذ المسكن بس عشان يهدي الألم لحد ما يروح الدكتور. طبعاً هو في فائدة للطبيب من ناحية علمية، يعني مثبتة أنه تزيد نسبة نجاح التخدير. وقت ما نعطي التخدير للمرضى لما يكون ألم عصب، لما يكون المريض ماخذ قبلها بساعة مثلا مسكن، هذه بتزيد نسبة فعالية التخدير. الشيء اللي ينعكس أو الشيء اللي ما هو جيد، إنه أحيانا يجي المريض مثلا للطبيب وما في الألم، فأحيانا ما تكون العوارض موجودة، فما يعطي أحيانا الدكتور التشخيص الصحيح في هذه اللحظة، لأنه في شيء غطى على العوارض الموجودة. هنا لازم المريض بيكون يتناقش إنه كان في كذا وكان في كذا، بس يوم أخذت مسكن توقف. ونفس الشيء ممكن الطبيب يسأل هلا أخذت أنت مسكن، أساس يعرف إنه ما يتلخبط في طرق اللي هو التشخيص المباشرة. طبعا المسكن الثاني اللي يفيد أكثر بعد ما يطلع المريض من الطبيب، قبل ما يروح المخدر نفسه، يفضل أن يكون المريض يأخذ مسكن قبل ما يروح مفعول التخدير، يكون وقتها بدأ مفعول المسكن في الدورة الدموية أو في جسم الإنسان، فيكون يعني الألم أخف على المريض بعد ما يروح وقت التخدير. ممتاز دكتور. في حالات الهوت توث أو الحالات الألم الحاد الشديد اللي المريض ما يستجيب للتخدير، إيش ممكن نعطي المريض يعني بعد جلسة علاجية مسكنة، أو إيش يفضل أن تكون مسكنات في مثل هذه الحالات الآلام الشديدة جدا؟ هو شوفي، أي علاج عصب، سواء أنه كان طبعا الحالة إذا كانت قبلها هي وجايب ألم، حيكون الألم اللي بعدها برضو بنفس الحدة أو أقل. أي علاج عصب بعدها حيكون في ألم، يعني أبسط ألم ممكن يكون حتى مكان التخدير وقت العض على السن، خلاص في بعض الحالات يصير في انتفاخ في الوجه ولا شيء، طبعا لازم نقول للمريض انه هذه حتصير عوارض طبيعيه، رده فعل للجسم مناعيه لعارض كان موجود. غالبا المعالجات العصب ما تكون مثلا صارت البارح المشكله واليوم جاك العياده، غالبا تكون فترات طويله، ممكن شهور، سنه، سنتين، 3، ممكن اكثر. فلا يتوقع انه مثلا الواحد لو ما يجي الجلسه نفسها ويبدا العلاج الطبيب بعد ما يطلع انه حيكون خالي تماما من الالم، لا، حيكون في رده فعل ممكن تكون بسيطه ممكن تكون عاليه على حسب نوع الحالة. ممكن يكون في صديد موجود، ممكن تحتاج فتح مرة ثانية للسن، ممكن لا مباشر نخلص الحالة في نفس الجلسة، بس في نفس الوقت كلها ردات فعلها بتكون متفاوتة وبيكون في ألم. المسكنات تعتمد خلاص، لكن هو الستاندر تبعنا اللي هو البروفين. لكن إذا مثلا الحالة حادة لا، ممكن نسوي بين اللي هو البروفين والبنادول، هذه الكوكتيل احنا نسميه، يعني بيكون فعاليته جيدة. فهذه نقدر نحن نوصفها له، مثلا 400 مثلا ايبوبروفين مع 500 من الباراسيتامول او البنادول، هذه تكون جيده. طبعا الالم ممكن يجلس يومين، 3-4 ايام، عادي طبيعي جدا، ما هو انه شيء مخيف ولا شيء. ممكن بعض المرضى يجيك بدون الم ويطلع بالم يقول ما كان فيه شيء، لا، احيانا ردة فعل، لان احنا اللي نسويه داخل السن
يعني بيصير زي علاج، يعني هو تنظيف، هو تأثير، هو فيه شيء احنا بنسويه يعني داخل السن بيكون ردة فعل الجسم، هذه هي النتيجة. ما حيكون لازم يكون في نتيجة انه يكون في ألم بعدها. يعني في ترى في مرضى يتخوفون من موضوع ان احنا نجمع لهم مسكنين مع بعض دائما، كيف يا دكتور اثنين مسكنين؟ لا، هي ممكنها تنصر في بعض الحالات وتعتبر من افضل فاعليه في التسكين يعني للامراض الحاده. بدأ ما ياخذ حبه كل 8 او 3 ساعات، احيانا يجلس طول اليوم، لا انت ممكن تعطي حبتين يجلس يوم واحد بدل ما يقعد 3 ايام على نفسها. طبعا في بعض المسكنات بياخذ المرضى بشوف كثير اللي هو المحاليل اللي بياخذوها. أيوه. يعني محاليل سوبادين. هاي تركيزها، اي هذه تركيزها عالي، هذه خطيره، هذه انا ما اشوف انها جيده. اللي هو الكبسولات افضل، هاي تركيز هذيك عاليه. طبعا في نوع اللي هو زي السولبادين، هو بنادول بس في كودين وكافيين. النوع التابلتس الحبوب منه فيه هو 5 ملغرام، هو كويس يعني في الفتره المسائيه لانه بيدوخ شويه، ما ينصح فيه اذا كان بتسوق او انت مثلا عندك شيء بتقوم فيه في النهار، لا حتكون فتره مسائيه. النوع السلوشن منه او اللي هو يجيك يعني كمحلول، هذا تركيز فيه 10 ملغرام، هذا لا هذا عالي جدا، انا ما انصح فيه هذا لانه ما تحتاجه خلاص لانه بيدوخ كثير. المشكله احيانا بيكون يسبب احيانا ادكشن، ممكن يكون له زي رغبه الواحد انه يحب يستخدمه دائما. فهذه واحده من المسائل الموجوده بالضبط خلاص. فالواحد يكون دائما في الاشياء اللي هي يعني متعارف عليها او فيها ايفيدنس بيس، يعني لها دراسات عليها. روفين، بنادول، خلاص الانواع المعروفه. في الاشياء الثانيه اللي هي روفيناك واللي هي دايكلوفيناك صوديوم والبوتاسيوم، هذه الاشياء الدارجه. الاشياء الاعلى من كذا او اللي يستخدموا فيها مثلا خلطات معينه، لا ما ننصح فيها لانك ما تستاهل او ما تستحق انك تحط هذه الاشياء في جسمك. الاشياء الغريبه بالضبط. فعلا دكتور، في هنا سؤال من رغد الشهراني تقول في دواء الكتافاست كمستكن. طيب كتافاست هو اللي هو دايكلوفيناك بوتاسيوم. حلو، البوتاسيوم. طيب حلو، يعني هذا مثلا يعني اوكي يعني جيد بس للحالات اللي يعني الالم الحاد الحاد، فالبنادول والبروفين هيكون أفضل منها. هو هي الكتافاست يعني من نفس فئة الدايكلوفيناك. ممتاز. اللي قلنا في البداية أنه ممكن يكون أفضل خيار للي عندهم قرحة في المعدة أو مشاكل. بالضبط. ممتاز دكتور. طيب دكتور، مرات أن الطبيب ما يقتصر على المسكنات في علاج المريض، خصوصا في أعصاب الأسنان والألام الشديدة في الفم، ممكن أنه يضطر أنه يصرف المريض بعض المضادات الحيوية. متى، أين، كيف المضادات الحيوية سيء استخدامها في الفترة الأخيرة بشكل مريع، وبدأ في الحمد لله نوع من التوعية والوعي خصوصا في البكتيريا ريزيستنس ومقاومة البكتيريا للمضادات والمشاكل هذه اللي ممكن تؤدي لنا مشاكل يعني لا حل لها مستقبلا لا قدر الله. دكتور، إيش ممكن تفيدنا في هذا الموضوع؟ طيب إذا نتكلم عن المضادات بشكل عام، هل المضاد يستخدم لإزالة الألم؟ لا، المسكن للألم، المضاد للانتفاخ أو التورم في الوجه. وقت ما يصير في انتفاخ في الوجه معناها صار في عندي هبوط في مناعة الجسم، أنا أحتاج أعطي المضاد عشان يرفع أو يساند الجسم في مقاومة المشكلة الحاصلة. هو ما حيخفف الألم إلا في حالة واحدة فقط، قبل ما يبدأ اللي هو الانتفاخ في الوجه بيكون في مرحلة شد من الداخل، هنا تكون مزعجة ويكون في ألم. ممكن في هذه اللحظة فقط يكون المضاد مساعد أو أنه بيخفف شوي، لكن لما يجيك المريض عنده ألم أساس مع البارد أو مستمر أو يصحي من النوم، هل المضاد في هذه الحالة يعني يصرف له؟ لا، هنا يصير سوء استخدام لصرف المضاد. المضادات فيه نفس الطريقة، في ناس اللي هو عندهم احنا نسميها البنسلين، يعني عندهم قابلية يقدر يستخدموه، واللي ما يقدر يستخدم البنسلين. فغالبا احنا نبغى ناخذ بس فقط المضاد وقت ما يكون في عند المريض انتفاخ في الوجه، حرارة في الجسم، او يعني تفاعلات زي كأنه زي الحمى مثلا اللي تصير بسبب مشاكل من الأسنان، هنا نحتاج نعطي المضاد. لكن في الحالات العادية
آلام البسيطة في الفم لا، المضاد لا، إحنا سيء استخدامها لدرجة لما نأخذ المضادات العادية الستاندرد العادي اللي إحنا نستخدمها ما صارت تشتغل، صار في مناعة في الجسم. والمفروض نبدأ بالأشياء البسيطة. في ناس اللي يأخذ مثلاً اللي هو الأموكسيل أو أموكسيلين، هذه الستاندرد. في ناس اللي يروح الأعلى شيء اللي هو الأموكسيلين كلابينيك أسيد اللي هو الأوغمنتين، هذه مفروض آخر خط نستخدم، صار الحين هو أول خط بشوف إنه يسرق، وهذا خطأ يعني، لأنه ما يحتاج الجسم في هذه المرحلة. فصار عندنا يعني مناعة للبكتيريا بسبب هذا سوء الصرف في هذه الحالات. فاز دكتور، هل يستخدم المريض المضاد الكورس كامل 7 أيام 10 أيام زي ما استفدت؟ هي تتكلم عن العلاج العصب أو الانتفاخ اللي يصير في الوجه. لما يبدأ الانتفاخ خلاص غالبا يعني أول يوم يومين ثلاثة بيكون في زيادة، وقتها بيكون صار فيه نحن له المضاد. أول ما يبدأ ينزل خلاص، هنا المفروض خلاص مناعة الجسم أخذت الدور، وهي الحين صارت تحت التحكم في الجسم. هنا المفروض يوقف استخدام المضاد. يعني لو إحنا نأخذ مثلاً بدأ ينزل الانتفاخ في اليوم الرابع أو الخامس، هنا يوقف المريض استخدام المضاد، لأن اليوم السادس والسابع اللي هم يسمونه يعني كورس كامل ما نحتاجه. الفرق بين مثلا البكتيريا مثلا في تخصصات معينه وعلاج العصب، انه علاج العصب احنا لما يصير عندنا انتفاخ ونعطي المضاد هو ما يروح يهاجم البكتيريا او يروح للسن اللي فيه المشكله ولا شيء، لا هو يساعد مناعه الجسم. ايش اللي يحل المشكله؟ انه بعد ما يخف الانتفاخ تروح تعالج السن على اساس يبدا يروح ينظف اللي في داخل المشكله من داخل السن. لأن ممكن ترجع بعد فتره المشكله، بس هو بسبب انك توقفت المضاد، لا لانك انت ما حليت المشكله اللي داخل السن الاساسيه. اذا كان واحد بس بيستخدم مسكن او مضاد على اساس يخفف المشاكل اللي موجوده في وجهه او في داخل الفم، فهذه يضر الجسم، هذا اللي يضر الكلى، هذا اللي يضر الكبد، هذا اللي يضر كل المشاكل الثانيه بسبب انك انت تستخدم اشياء بس تهدي الالم او تهدي المشكله بدون ما تحل المشكله الاساسيه اللي هي داخل السن نفسه. دكتور، في سؤال هنا يسال عبد المحسن الابراهيم او ابراهيم، يقول لك وات اباوت كليندامايسين؟ اعتقد انه يسال عن كليندامايسين متى يصرف ومتى ممكن نحطه كخيار علاجي من المضادات. طيب هو سؤال كويس كاساس علميا. الحين النوع اللي هو البنسلين اللي هم المرضى اللي يكون عندهم ما عندهم مشاكل في البنسلين، الخيار الأول أموكسيسيلين كلابينيك أسيد وأنواع أخرى. اللي عندهم مشاكل في استخدام البنسلين كان سابقاً الخيار الأول هو الكليندامايسين، الخيار الحين الأول هو الأزيثروميسين. صحيح، الأزيثروميسين 250. كليندامايسين هو يعتبر الخيار الثاني إذا أزيثروميسين ما يقدر يستخدم المريض. فكليندامايسين الحين ما عاد الخيار الأول في البنسلين أليرجيك بيشن، صار هو أزيثروميسين 215. الخيار الثاني هو الكليندامايسين، هذا هو اللي يفرق فيها متى نستخدمه. إذا كان هذا يعني إجابة لسؤالك. أعتقد أن الإجابة كافية دكتور. نعم دكتور، بشكل عام كيف ممكن احنا نساعد مريض ألم الأسنان في رمضان؟ بوينت نبغى نلخص مقدرتنا اليوم. خلينا نتكلم مثلا كنوع من الوقاية بشكل عام وفي رمضان بشكل خاص. يعني بشكل عام يعني التنظيف الأسنان، يعني هذه بدخل في تخصص بشاركك خلاص ماشي. يعني العادة يقول لك 3 مرات في اليوم، احنا نقول اضعف الايمان 2 في اليوم، اذا صحيت من النوم وقبل ما تنام. الفترة النوم اللي هي فترة تفاعل البكتيريا في داخل الفم، احنا نقول افضل بين كل وجبة ووجبة او 3 مرات في اليوم، لكن احنا نقول افضل يعني الاقل يعني الايمان انك انت اول ما تصحى وقبل ما تنام. هنا على الاقل يعني الجزئين اللي هو وقت دورة اليوم. ما حقول لك والله الكشف الدوري دائما وكل شيء، لكن يفضل يعني انك انت 6 شهور كل سنة يعني لازم زيارة للطبيب، مجرد يعني يكون عندك طبيب للعائلة والأسرة، وخاصة الحين في تخصصات اللي هو طب أسنان أسرة، جيد انه يكون فيه
زي هذا النوعية، يعني تتعامل مع الأسرة كاملة، وهو يقدر بعدين يوجه لو هو مثلا يحتاج مختص معين، هيوجه كلا عصب، هيوجه كلا لثة، هيوجه كلا أطفال، إذا كان التخصص ما يكون في نفس المستوى اللي هو يقدر يعالج فيه المريض. إذا بديت حسمتنا الله زاد فضلك. أنا بس أبغى نوه نقطة اللي هو موضوع تفريش الأسنان مرتين باليوم، قد يكون كافي وإحنا دائما ننصح بمرتين، ولكن في نقطتين مهمة. نقطة كيفية استخدام الفرشاة، إذا والله كان المريض فعلا صادق يفرش أسنانه كل يوم، فقد يكون المشكلة في استخدامك وطريقة استخدامك للفرشاة، قد تكون المشكلة في نوعية الفرشاة نفسها، قد يكون عندك مشاكل أخرى. حاول دائما أنت كمريض أنك try to find out the reasons، يعني أنت دائما دور إيش السبب اللي خلاك توصل للمرحلة هذه. لا يعني دائما أحاول أنصح المرضى أنهم ما يتجاهلون خطوات بسيطة في حياتهم أو روتين ممكن يتعودون عليه يوصلهم مراحل جدا صعبة، علاج جدا مكلف، مراجعة دورية جدا 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 متعبة وكثيرة، ومدى الحياة ما راح تتغير وراح تنتهي. فممكن باستخدام الفرشاة والمعجون وبمساعدة كثير من أطباء اللثة وأطباء الأسنان بشكل عام في توجيه ومساعدة المريض، أنا أوصي يعني وأحث كل الأطباء اللي مثلي أو أطباء الأسنان العامين أن هم يساعدون المريض في يعني في شرح طريقة استخدام الفرشاة عمليا في العيادة، يعني الشرح اللي احنا متعودين عليه فيديوهات اليوتيوب لا يجدي ذاك النفع مثل ما انت تخلي المريض يجيب فرشاته معاه العيادة وانت تمسك يده توريه وين يحطها وكيف يستخدمها، وممكن هذا الشيء ينمي عندنا ثقافة استخدام الفرشاة معجون، وكذلك يقلل من نسبة التسوس يعني المهولة اللي تعاني منها منطقتنا يعني المملكة العربية السعودية وكذلك مناطق مجاورة. فأنا بس هذه النقاط اللي حبيت أنوه عليها. وقت ما أنت ما شاء الله تبارك الله أنت إنسان فعلا محافظ وتستخدمها مرتين باليوم على الأقل، فقد يكون المشكلة في سبب آخر. بس هنا بس حبيت أنوه على هذه النقطة لأنها ممكن صدق يعني المشكلة هذه تنتهي بآلام ونزع عصب وممكن إلى خلع سن وزراعة وإلى آخر. احنا كل هذه المشاكل احنا في غنى عنها. ولا زيادة على كلامك يا دكتور، تقدر تفضل. بزيد كويس انك انت اثرتي هذه النقطة. الفرشاة برضو طريقتها وزاويتها وطرق الفرش وهذه بالإضافة الخيط السني، في ناس يعني يشوفون انه الخيط المائي يكفي. الخيط المائي جيد اذا كان في مسافات، يمكن تصححيني بهذا الكلام يا دكتورة، خلاص تكون الأسنان ملتصقة بشكل جيد. حتى الخيط ما أحيانا ممكن ما يعدي فيها، فأنا أشوف الخيط اللي هو السني بالفلورايد ما زال هو يعني الطريقة الناجعة للأجزاء هذه. أحيانا كثير متسوسات تجي جانبية، ما يشوف المريض فوق أي شيء مسوس، وهي الأخطأ بالضبط، وهذه اللي يكون حتى الطبقة أضعف في هذا الجزء، فيكون في تسوس يمر من الجانبين ما يحس فيه، اللي يبدأ يحس فيه إزعاج يقول إذا أكلت على السن، مع إنه ما أشوف شيء في السن، نأخذ أشياء نتفاجأ إنه تسوس داخل في جوانب ممكن سنين مجاورة. فهذه من الأشياء اللي إحنا نقول عليها من ناحية المحافظة عليها. إذا المريض بدأ يحس مثلاً إنه الأسنان بدأت فيها شيء مزعج، أحياناً آلام ما هي طبيعية، مثلاً إذا يأكل على حالي صار يتحسس أكثر، هذه مرحلة بداية ممكن تلحق عليها، تكون ممكن ما هي تحتاج حشوة، ممكن فلورايد، ممكن أشياء بسيطة، ممكن تكون حشية سطحي، ممكن عازل الشقوق. إذا حسيت الألم بدأ يزيد أكثر هذه مرحلة تنبيه لك، فالأسنان تنبهك من قبل ما تروح للمرحلة الأخيرة. فهذه كل الخطوات ممكن أنك أنت زيارة بسيطة، صح كلنا نتخوف من زيارة الأسنان، لكن إحنا ممكن نتجنب أشياء كثيرة بزيارة سريعة من البداية، ما تحتاج تتطور إلى علاجات متقدمة بالساعات عيادة جراحية وإلى آخر. بالضبط دكتور. بالنسبة استخدام خيط الأسنان المائي أو الخيط السني، طبعاً في new recommendations تقول إن خيط الأسنان المائي كافي، وفي كثير يقولون لا، خيط الأسنان الخيط العادي tradition إنه لازم يستخدم. إذا كانت في الأسنان مسافات يفضل استخدام فرشاة ما بين الأسنان إذا كان في مسافات أو فراغات. إذا كان الأسنان يستخدم تقويم ممكن يساعد خيط الأسنان المائي في الموضوع. فإنك أنت تستخدم خيط الأسنان المائي على حسب أصلاً جودة وضغط الماء في خيط الأسنان المائي ولا آخر تفرق. أنا أفضل أن الماء يكون شوية دافي، يكون معه مثلاً لسترين
في فلورايد، كمية فلورايد مناسبة، وكذلك يستخدم الفرشاة بشكل مناسب. الفرشاة نفسها استخدامها بطريقة مناسبة تساعد على إزالة بعض الترسبات بقايا الطعام ما بين الأسنان. فممكن أن احنا نستغني، ممكن، ولكن مو في جميع الحالات. إذا كان الإنسان تلنتد ويده كويسة ومهاراته كويسة في استخدام الفرشاة، ممكن نحن نستغني عن خيط الأسنان، الخيط السني. ولكن في كثير من الناس، يعني في كثير من الدراسات بعد تقول لا، أنه ضرورة مثل الفرشاة. فكلامك يا دكتور صحيح، استخدام الخيط لا زال مهم، كذلك استخدام الخيط المائي جدا مفيد ويفيد في كثير من الحالات ويساعدنا كثير. بس كنت حابة أنوه بس أن الإنسان اللي عنده فراغات ممكن يستخدم الفرشاة الصغيرة اللي يستخدمونها أحيانا مرضى التقوية ما بين الأسنان. بس هذه اللي يعني بغيت أشارك فيها دكتور سام. هذه يعني الأشياء الأساسية اللي يعني للكبار. يعني أحيانا برضو عندنا ما نهملهم اللي هم أطفال أطفالنا، لأن إحنا ترى يعني من ناحية حتى مالية إدارية في يعني في أسنانهم، أحيانا يقول لك أسنان لبنية ما يحتاج، خلاص حتتغير بعد فترة وبيجي مكانها يعني أسنان أخرى. هذا كلام خاطئ. يعني أنت لو حافظت على الأسنان اللبنية، الأسنان الدائمة اللي حتكون تحتها حتكون برضو بنفس الكفاءة. النقطة الثانية أنه فيه كثير أحيانا من الأسنان اللبنية مثلا أنها تتسوس وتجلس، وأحيانا تسوي مشاكل أنه حتى الأسنان اللي تحتها ممكن ما تقدر تطلع وتروح في طريق يعني طرق مختلفة، وممكن بعد فترة تحتاج تقويم. فأحيانا أنت تتجنب كل الخطوات هذه من البداية في علاجات الأطفال. في أضراس تبدأ تطلع للأطفال في عمر 6 سنوات، اللي هو الضرس الأول اللي هو الحين كلنا عندنا، يعني يطلع في عمر 6 سنوات، يطلع وما ينتبه للوالدين، يفكرون من ضمن الأسنان اللبنية ويتناسهم منه ويفكرونه ضرس لبني، وبعد فترة يتسوس ويحتاج إلى علاج عصب، وعمر المريض 7، 8، 9 سنوات. هنا أنا كمختص العصب من أسوأ الحالات اللي تجيني، لأنه بسبب لها زي يعني صدمة. يعني المريض أنه بيجيك يتعالج، أول معالجة لها تكون علاج عصب في طفل عمره 7، 8 سنوات، فعشان تهيئ وتعطيه تخدير يعني تحتاج جلسات معينة. لكن ما كنا نقدر يعني نروح، ما كانت تحتاج أو تستدعي هذه المرحلة لو كان في انتباه من البداية مثل هذه الحالات. عندك برضو الأسنان القواطع الأمامية، يمكن هي يلاحظها الوالدين لأنها قدامهم تشوفها تطيح وتطلع، لكن في الضرس الخلفي دائما يجيني كثير في الحالات، وأعرف من الأطفال اللي يجوني من هذا النوع، لأنه بيكون يعني مرحلة متقدمة وعلاج يعني مزعج لهم في حجمهم مقارنة بكبار هم يخافون من أحيانا العصب. فيجيك الأطفال، فتخيل هذا المرحلة. فأحيانا أطلب من الوالدين أنه دائما ينتبهون لهذا الجزء، فما هو بس الانتباه أنك تنتبه لنفسك فقط، حتى عيالك في مراحل ثانية تشوف داخل فم الطفل وتشوف كيف الإجراءات الثانية تصير بعدها. تفضل دكتور. دكتور للأسف كنت بقول لك حاجة، للأسف في بعض المناطق، أنا اشتغلت في كذا منطقة، ففي بعض المناطق يجون المرضى يطلبون خلع السن مباشرة، مجرد ما تحس المريض أو المريض بألم يجون المستشفى ويطلبون من طبيب الأسنان خلع السن. يعني للأسف إن هذا الكونسبت لازال موجود إلى الآن. كيف دكتور ممكن نوصل رسالة مثل هذا للمرضى؟ أهمية السن فرقة عن الريبليسمنت اللي هو مثلا زراعة أو تركيبة، أو إن هذا الشيء لا يمكن أن يعوض. كذلك مع الأسف بعض الأطباء يلجأ إلى أنه ممكن أنه يقول يعني من ناحية مادية أرخص للمريض أنه يزرع ولا أنه يحافظ على السن. إيش رأيك يا دكتور في هذا الموضوع بشكل عام، أنه فقدان السن ويعني تعويضه بأي حاجة تعويضية من الأشياء اللي ممكن نعوض فيها؟ هو شوفي، سؤالك الأول أنه في بعض المراجعين يجون مثلا يقول أخلع السن وريحني. أيوه. طبعا تحتمل أشياء كثيرة، ممكن في بعضهم ما له يعني قابلية، تلاقي كثير الأسنان مخلوعة. هو عندك اتجاهين، ممكن اتجاه اقتصادي مالي، ممكن ما عنده القدرة. هذولا اللي فعلا يعني يكسرون يعني همة الواحد، انه اذا يجي بس عشان يخلع السن بسبب انه ما يقدر المريض يعالج السن.
هاي هنا يعني أنا أشوف أنه لازم الطبيب يتجاوز في أشياء مادية، بس يعني لازم أنه يكون فيه حدود، أن الواحد يكون عنده كسب مادي. طبعا هنا خرجنا عن نطاق الأشياء العرفية فيها، لكن لازم يكون في عندك أخلاقيات لهذا الشيء، خاصة إذا كان ماديا ما يقدر. لا تقدر، يعني تقدر في أشياء، خاصة إذا المريض جايك بألم، تخصصين كثير اللي هو العصب والجراحة، المرضى لما يجون ما هم جايينك يعني ودهم يجونك، خلاص هم جايين مجبورين خلاص بألم، فما يعني تتكسب من ألم مريض، هذه واحدة. لكن إذا كان المريض عنده قدرة ويقدر بس يبغى يخلع السن بسبب أنه هو يعني ما يبغى يتحمل باقي الخطوات، لا هنا تقدر تقنع لأنه باقي فيه إمكانية تحافظ على السن. الزرع ما وصلت من إنجاز ما تجي زي سن طبيعي. في ناس كثير يحطوا المقارنات بين علاج عصب وزرع، هذه مقارنة خاطئة. إذا تبغى تقارن زرع قارنها بسن طبيعي. هل تخلع سنك وتحط زرع؟ 100% كلهم يقول لا بحافظ على السن الطبيعي. فلما أقول لك لا نقدر نحافظ على السن الطبيعي، نسوي لنا معالجة عصب، يقوم بطبيب التركيبات بالوتد ويلبس السن وتقدر تحافظ عليه، هذه أفضل وأدوم لك من الزرع. إذا كان السن ما يتحمل العلاج، ضعيف، هنا نقول لك لا روح مثلا خلع السن ولا الزراعة، لأن هذه هي تعويضات المناسبة إذا كانت اللي هي جذور الأسنان ما تتحمل المعالجة. تفضل يا دكتور. دكتور في عندنا هنا سؤال بس ما أعتقد أنه تحت تخصصي أو تخصصك يا دكتور. دكتور محمد السيد يقول ابني 9 أشهر وما في غير 2 سن في الفك السفلي فقط، فهل هذا طبيعي؟ كم عمره؟ 9 أشهر. لا 9 أشهر يشوف هو يشوف في كثير من الحالات يعني ممكن أنك تراجع فيه طبيب أطفال، ما حكون يعني أفضل من غيري في هذا التخصص، لكن يعني أحيانا تكون بداية لهم، بس طبيب الأطفال هو اللي أكثر واحد هيبين لك. أحيانا بيلمسوا بيشوفوا نتوءات اللي هي الناب تبع الأسنان تكون طالعة أو تكون بدايتها واضحة بدون ما يأخذ أشعة، فطبيب أسنان أطفال بيكون أفضل مني في هذا التخصص، أو دكتورة خديجة يعني من خبرتي في البيت يا دكتور ولا من العيادة. أعتقد أن في بعض الأطفال يتأخر بزوغ أسنانهم، بس ضروري جدا يراجع طبيب أطفال مثل ما قلت يا دكتور. تفضلت. إحنا كذا يا دكتور ما عندنا أسئلة. Answered life. إذا باقي في حاب شيء دكتور في النهاية نختم فيه تقوله؟ والله أشكركم على هذه الدعوة الكريمة، وأشكر الحضور. إذا كان في أحد عنده أي أسئلة أو جاء بعدين في باله أي استشارة، هذه معلوماتي في سناب، يوتيوب، تويتر، اللي يحتاجه إيميل. أشكرك أنت بالذات دكتورة خديجة الأخت حوراء والمجموعة الجمعية، كان لقاء جميل، إن شاء الله كنا ضيف خفيف عليكم. شاكر لكم. الشكر لك على استجابة تلبية الدعوة، والله يجزاك خير ويبارك لك في علمك وصحتك وعافيتك يا دكتور. لا تنسوا من دعواتكم في هذا الشهر الفضيل، وألف سلامة على الجميع، وإن شاء الله يعدي شهركم أنتم بألف سلامة وصحة يا رب. في هنا عبد الله يشكر يقول ما قصرت وشكرا لكم عبد الله نايف، الله يعطيك العافيه يا رب ويجزاكم خير جميعا. نلقاكم ان شاء الله في حلقات اخرى باذن الله. يعطيكم العافيه جميعا. كذا انتهينا من حلقتنا اليوم، ان شاء الله نراكم في حلقات قادمه. شكرا دكتور عبد العزيز، شكرا حوراء، الله يحفظكم جميعا وسحور شهي ان شاء الله. حفظكم الله. الله يحفظكم. مساء يا اهلا. مع السلامه. مع السلامه.